السلام عليكم وتحياتي جميع متابعي قناه عايدر الغربه. مرحبا بكم اليوم في هذا الفيديو. هذا اللي مهم بزاف بالنسبه للناس اللي غادي يجيو لفرنسا بكونطرا موسمية. اليوم غادي نتكلم على واحد الاشكاليه كتوقع بزاف ديال الدراري وبنات هنا في فرنسا منين كيجيو كونطرا وكيدخلوا كيتصدموا بهذه الاشكاليه. الاشكاليه شنو هي؟ هي ملي كنجي فرنسا بهذا الكونطرا هادي البادرون ديالي ما كيبغيش يخدمني باش ما نحصلش على الاقامه ديال موسمي، يعني بطاقه او لا كارت دو سيجور سيزونيي ما كنقدرش نحصل عليها لانه ما خدمنيش، لان من الشروط ديال هذه فوا هو انه تكون عندك فيش دو باي مع الباترون ديالك. الوغ الاشكاليه فهي كالتالي، هي الباترون ما بغاش يخدم لي، دونك انا جيت لفرنسا ما بغاش يخدمني. هذه الاشكاليه هذه قبل كتفتح واحد القوس، القوس شنو هو؟ واش الكونترا مشريه ولا فابور؟ لان في كلتا الحالتين بحال جيتي فابور الباترون ما بغاش يخدمك راه لا ميم شونس بور موا، ولا جيتي شاريها راه بيغ. اللي كنت جاي شاريها راه يعني نتايا كاع معاك غادي يكون معاك القانون اكثر، وغتقدر داك الباترون تندمو على جابك وما عمرو ما غادي يفكر انه يجيب شي واحد اخر يكرفسو كما انت كرفسك. اما الناس اللي جايين فابور تقدروا تجيبوا حقكم، ما كيعنيش انك جيتي كونترا فابور الباترون يدير فيك ما بغيتي، نو ابارك تكون فاهمين انت وياه، تفاهمتي انت وياه وجيتي قال لك غنجيبك لفرنسا ودبر راسك، ديك الساعه فيك خير ما كاين حتى شي مشكل. مي باغ كونطخ قالك غنجيبك لفرنسا باش تخدم عندي وفي الاخر يخليك مزاوط هنا في فرنسا، لا هنا عندك ما يدار، هادشي ماشي قانوني، هادشي ما كيدارش. الوغ اول حاجه دونك الباترون ديالي ملي كيجي الباترون ملي كيجيبني فرنسا دونك فهو ملزم انه غادي يخدمني، لان بزاف ديال لي باترون خاطئين في القضيه هادي. بزاف ديال لي باترون كيهضروا معايا كانهم دالعين، كيقول لك حنا جبنا شي واحد بقيت محتاجو سي بون الله يعاوننا يعاونو. كاين بزاف يعني بزاف النقاط اللي هما كيفلتوها لي باترون ما غاديش نقولهم، اللي خصهم يديرهم قبل ما تجي فرنسا ما بقاش باغي خصو يدير شي لعبات. انا ما غاديش نقول لك شنو غادي شنو خصك دير، انا هنا مع الناس ديال لي كونطرا ماشي مع لي باترون. الوغ شنو خصك دير باش تحمي راسك؟ سير قلب على راسك الا كنتي باترون، اما الا كنتي عندك كونطرا عندك شنو انت شنو خصك دير. الوغ انا ماكد لك الا انت وصلتي لفرنسا والباترون ما خدمكش، دير في بالك ان داك الباترون ديالك انه ما داش داكشي اللي غادي بروتيجيه، دونك راه هو فوتيف. كن اكيد لانه كل ما بغاكش كن ما كانش يعني كل ما كان باغي الكونطرا تكمل كن بحال دي وقفه. الوغ سي با غاف دونك جيتي خصو يخدمك، فهو ملزم انه يخدمك ولو ساعه شي يخدمك ساعه، وديك الساعه يقولك حقا ما عجبتينيش، ديك الساعه من حقه انه يخدمك ساعه ولا ساعتين مثلا، وديك الساعه يوقفك حنا يخدمك ساعه، هذيك الساعه خصو يخلصك عليها. عندك فيش دو باي هذا ماشي شغلنا، هذيك لا فيش دو بي بيغا تفاهم الورقه ديالك، ديروا في بالكم. دونك ملي كنجي فرنسا جيت كونترا فابور ولا بالفلوس دبر راسك، الباترون ديالك فهو ملزم انه يخدمك، وديك الساعه عجبتي ولا ما عجبتيش فهو راجع المشغل ديالك يوقفك ولا ما يوقفكش. لان له الحق، لانه كتبقى انت في كونترا موسميه كاين واحد لابيريود دي ساي فين كيجربك عنده الحق يوقف. انا متفق مع الباترون ديالك يوقف في هذه اللقطه هذه الا ما عجبتيهاش مثلا، او الا بغى يدير لك السبه، مي باغ كونطخ خصو يخلصك في دوك السويعات اللي خدمتي فيهم، اللي من دوك السويعات تقدر انك تحصل على فيش دو باي وكتحط الملف ديالك ديك الساعه بوحدك ما محتاجش ليه. هنا الباترون ديالنا ما بغاش يخدمنا، دونك شنو المعمول؟ ما بغى يخدمني لا ساعه لا ساعتين لا حتى شي لعبه. هاد الباترون هذا جابني خلصتو او لا ما خلصتوش، جابني كرفسني وخلاني يعني خلاني مزاوط في فرنسا ما عارف شنو ندير. اول حاجه عندكم هنا في فرنسا كاين جمعيات، يعني ملي كنقول لك جمعيه قبل ما نمشيو للقانوني، ما هو الشيء القانوني؟ الجمعيه باش تعاونك باش تشوف فين تبات فين تسكن اكسيتيرا، ولا ما كانش عندك اللغه هما كيعاونوك فين تمشي. هادشي اللي دابا غادي نقول لك شنو خصك دير. اول حاجه كنديرو بلان، كتمشي عند البوليس كتعمر عليه بلان، يعني المهم كتمشي عند البوليس كديرو بيه محضر فوالا. دونك كتمشي عند البوليس كدير محضر ديال داك المشغل ديالك انه جابك كونطرا اما بالفلوس او لا بدون فلوس، على حسب انت شنو داير مع الباترون ديالك. وما بغاش يخدمني داك الباترون، جابني فرنسا وتكرفس عليا. دونك بهاد البلان ديالك مزيان، وموراها كتمشي لانسبكسيون دو طرافاي كتحط داك البلان ديالك كتقول له شنو وقع لي شنو وقع لي مع الباترون ديالي يعني المحضر ديالي، اي بي فوالا باش تزيد تخرج عليه. هذه نقطه حتى هي مهمه عندي بزاف في داكشي اللي غادي دير، لانه كرفسك انت غادي تكرفسو ما كاين حتى شي مشكل، يعني
كتكون ايغاليتي بيناتكم وتما كتشوف مع الجمعيه ديال مع الجمعيه ديالك انهم هما كيديروا لك الدوسي ديالك ديال انه شنو وقع لك كيقاد لك الدوسي ديالك عادي يعني ها الورقه ديالك ديال لا كارت دو سيجور اللي كنتي غادي تفليها واخا ما عندكش يعني الفيش دو باي ماشي مشكل وكيقادوا لك واحد الكوريير كيكتبوا لك فيه انه شنو وقع لك شنو تكرفستي مع لي جوستيفيكاتيف ديال البلان ديالك وخلاص مشيتي لانسبكسيون دو طرافاي هادشي كامل كتحطو في الملف ديالك مباشره كتحطوهم في لا بريفيكتور نورمالمون كيجاوبوك ديك الساعه ب 6 شهور شوف شحال غادي يجاوبوك 4 شهور 6 شهور كيعطيوك ديك الساعه واحد لا كارت دو سيجور فيها عام وممكن تكسر المهم مينيموم غادي يعطيوك فيها عام وهذاك العام كيقول لك ديك الساعه اوتوريزي دو طرافاي وسير قلب الخدمه ديالك فين ما كانت ما كتبقاش موسمي كتولي بحال اللي عندك الاقامه هنا عام فرنسا يعني اقامه احسن موسمي كتكون ديك لاكارت لاكارت اللي غادي تعطاك يعني عندها واحد يعني شنو نقول لك واحد لا فالور عندها واحد القيمه اكثر من كارت سيزوني ما كتعتبرش كارت سيزوني نو كتعتبر كارت يعني بحال واحد جاي مزواج ولا واحد جاي سالاري خدمه كتقدر انك انت تمشي تدفع في ليزانتيغوم تخدم الخدمه اللي انت بغيتي ولا اللي بغاوك هما يعني ماشي فقط في الفلاحه كتخدم الخدمه اللي بغيتي في داك العام وخصك تخدم اوبليجي باش منين غتبغي تغونوفلي لا كارت سيجور ديالك كتكون امور عاديه وكتقدر انك تغونوفلي لانك خدمتي اما الا ما خدمتيش فهاد لوكا هادي ما غاديش تقدر تغونوفلي الورقات ديالك جو سي ان هاد الامور هادي كتكون شويه صعيبه يعني داكشي علاش قلت لكم خصكم جمعيه تكون في الجانب ديالكم باش كتعاونكم وكتدعمكم وكتلقاش واحد حداك نفسي يعني كيدعمك حتى نفسانيا ما ساهلاش لان ملي كتجي فرنسا ما عندك لا هوين لا حباب لا حتى واحد وكتلقى واحد الباترون اللي عنده معرفو وهذيك الفياقه ديال لي باترون راني عارفه كيفاش دايره سيرتو العرب كيسحب مراسم شادين فرنسا ما عرفتش شادين بيديهم كيحقروا بنادم جو سي كيحقروا بنادم مي ما تخافش ما تحقرش انت في بلاد القانون كيف ما بغى يكون غادي تقلب عليه الطبله شي الطبله غتقلبها عليه فهمتي لانه داكشي اللي كيدير معك غير قانوني وهو اللي غتجي فيه الضربه هو اللي غتجي فيه الضربه الشيء اللي كنتي شاري كونطرا منه راه غتقبو بهذا لو تيرم اذا كنتي شاري كونطرا ودرتي به البلان ومشيتي معاه بعيد فهاد لا بروسيدور غتقبو اما الا كنتي فابور بون هنا سي نوتر شوز مي باغ كونطرا عندك لو دووا انك تحصل على بطاقه الاقامه ديالك بغا ولا ما بغاش عندك الحق فيها الوغ ما تخافوش الا وقع لكم شي مشكل بحال هكذايا دونك انا قلت لكم شنو خصو يدير طبعا الحال شوفوا مع الجمعيه ما تنساوهاش باش يعاونوكم شويه اللي كيدعموكم اي ابري الا وحلتوا ما فهمتوش شنو قاد غير تواصلوا معايا ونقدروا نشوفوا شنو ممكن يدير ديك الساعه وشنو ممكن نشوف في الممكن نقدر انا نوجهكم في الانستغرام ديالي وتواصلوا معايا وما يكون غير الخير اي بي فوالا شكرا لكم كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا الفيديو ما تنساوش انكم تخليوا الدجام ديالكم ونضربوا موعد الفيديو القادم دمتم في رعايه الله.